غيم الهاتف ديالنا ممكن نعرفوا القطع والاوراق النقديه اللي قام بنك المغرب بالسحب ديالها من التداول وما بقاش كدوز المعاملات التجاريه. من الهاتف غنقوموا بالدخول للموقع بنك المغرب او كتابه بنك المغرب هنا في البحث، غندخلوا لهنا بنك المغرب .ma وغطلع لنا الباج ديال بنك المغرب كما كتشوفوا. غندخلوا لهنا يعني غتلقى فيها مجموعه من المعلومات، ليس فقط العملات اللي تسحبات من التداول، هنا اخر الاخبار يعني بحال هاد 200 درهم هذه اللي صدرات مؤخرا فهي موجوده هنا. المهم يوجد اخر الاخبار اللي كتعلق ببنك المغرب. المهم كندخلوا لهنا لهاد ثلاثه ديال الشريطات كما كتشوفوا، كندخلوا لهنا كنلقاو الاوراق البنكيه والقطع النقديه، كندخلوا ليها كنلقاو هنا الاوراق البنكيه والقطع النقديه المسحوبه من التداول، كندخلوا ليها كيعطينا هنا هاد الباج هادي، وكنلقاو القطع والاوراق النقديه اللي تم السحب ديالها من التداول. مثلا كنلقاو هاد 5 دراهم ثم 10 دراهم ديال محمد الخامس، 15 درهم ديال محمد الخامس اصدار 1960، كنلقاو الاوراق البنكيه من فئه 50 درهم اصدار 1965، الاوراق البنكيه من فئه 5 درهم و10 درهم و50 درهم و100 درهم اصدار سنه 1970. هادشي بالنسبه للاوراق النقديه. اما بالنسبه للقطع المعدنيه فكنوجدوا مثلا درهم ديال محمد الخامس اصدار 1960، القطع النقديه المعدنيه من فئه 5 درهم فضيه اولا ديال اصدار 1965 اولا كما كنسميوها 5 درهم كرافات حتى هي تسحبت من التداول، القطع النقديه المعدنيه من فئه 5 دراهم اصدار 1975 هذه 5 درهم الشمندره حتى هي تم السحب ديالها من التداول. هادو هما القطع والاوراق النقديه اللي قام بنك المغرب بالسحب ديالهم من التداول. يعني هاد الاوراق هادو يعني هاد الاوراق هادو وهاد القطع النقديه غيكون الثمن ديالهم مقارنه مع اللي ذكرنا في الفيديو اكثر. وهكذا غنكونوا سالينا الفيديو ديالنا اليوم، ومازال ان شاء الله غادي نشري قطع واوراق نقديه اخرى ومتنوعه من السوق، وغادي نقوم بمشاركتها معكم باش يكون عندكم فكره على الاثمنه الصحيحه ديالهم كما اعتدنا نقدم لكم في هذه القناه، حيث كاين البعض سامحهم الله كيعطيو اثمنه مغلوطه ومبالغ فيها. واللي عنده اي تساؤل او استشاره راسلوني عبر الانستغرام القناه همزه اليوم، وغادي نخلي لكم الرابط ديال الانستغرام في الوصف. نتمنى تدعمونا باشتراك في القناه واعجاب بالفيديو الى عجبكم بطبيعه الحال، وشكرا على المشاهده.